كواليس بقى اللي حصل او كواليس افتتاح مجمع المطاعم في النادي الاهلي. شغل كبير على مدار الاشهر الماضيه بخصوص هذا المكان ده بالتحديد، وخطط كتير ودراسات كتير اتعملت، سواء دراسات هندسيه او افكار من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ومن اعضاء النادي نفسهم اللي هم بيشاركوا في هذه الامور، واللي كل واحد من اعضاء النادي الاهلي بيتمنى يشوف ناديه احسن نادي في الدنيا من الجانب الاجتماعي. طبعا الجانب الرياضي دي شيء مفروغ منه، يعني الجانب الاجتماعي كمان اعضاء النادي الاهلي دايما نفسهم ان النادي يكون على مستوى اجتماعي وانشائي عالي جدا، وبالفعل ده اللي حصل. الكابتن محمود الخطيب قعد حوالي 5 ايام ورا بعض بيروح مقر النادي الاهلي في مدينه نصر عشان يشوف بنفسه ويبص بنفسه الامور ماشيه ازاي والتطوير ماشي ازاي بخصوص مجمع المطاعم الجديد اللي بيتم افتتاحه النهارده. فبالتالي مجهود رائع مش بس من الكابتن محمود الخطيب، من كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي اكيد ليهم دور كبير جدا جدا في اسعاد عضو النادي الاهلي وبالتالي كمان اسعاد جمهور النادي الاهلي. هنكون متواصلين معاكم دايما، وهيكون عندنا كمان فيديوهات لانجازات مجلس اداره النادي الاهلي حتى الان في افرع النادي الاهلي المختلفه، جزيره، مدينه نصر، الشيخ زايد، ونشوف ابرز هذه الانجازات ايه. والاهم الاهم ان مش ده اخر انجاز، دي طبعا لقطات حيه من هناك دلوقتي مقر النادي الاهلي مدينه نصر، صح يا جماعه؟ اه بالظبط تمام، مدينه نصر دلوقتي. اوكي، الاهم ان ما يكونش ده اخر خدمه او اخر تطوير داخل مقرات النادي الاهلي المختلفه، وده حقيقي فعلا هيكون في امور كتيره جدا مهمه لاعضاء النادي الاهلي وافتتاحات اخرى ومنشات جديده لاعضاء النادي الاهلي في مختلف الافرع. دي مش اخر حاجه ودي مش اول حاجه بصراحه، ومجهود كبير جدا بيحصل خلال الفتره دي في النادي الاهلي سواء من الجانب الاجتماعي او من الجانب الانشائي. اكيد نتمنى كل التوفيق للكابتن محمود الخطيب والاعضاء مجلس اداره النادي في تلبيه كل احتياجات اعضاء النادي في كل ما يخصهم داخل مقرات النادي الاهلي المختلفه. طيب، في خلال شهر ايضا او 40 يوم هيكون في افتتاح كبير قوي ايضا، ودي مفاجاه بنقولها لحضراتكم، مفاجاه لاعضاء النادي الاهلي بالتحديد مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. وفي الحقيقه خلال الفتره دي هيشهدوا العديد من الافتتاحات المهمه. هيكون في اكبر منطقه ترفيهيه في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، هيتم الافتتاح ده خلال حوالي 40 يوم او اكثر قليلا من دلوقتي، وهتبقى حاجه رائعه جدا، واكبر مجمع ترفيهي ايضا لكل الانديه المصريه بشكل عام هيكون متواجد في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر.